السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة الملح قمر. كما كتشوفوا أمامكم كنقدم لكم الراديو الجزائري نسخة 1.4. أتمنى يعجبكم، ما تنسوش تحطوا لي تعليق أسفل على الفيديو وتعطيونا الرأي ديالكم على هذا الراديو. هذا كاين بعض الدراري كيقولوا لي علاش الإذاعات أخرين ما كيخدموش، علاش الإذاعات ما كيخدموش، حيت كيخدموا غير داخل الوطن ماشي خارج الوطن. هاد يعني 17 المحطة او 17 الاذاعه اللي امامكم الان اللي كتشوفوا في امريكان تراك، و انها انترناسيونال يعني كتخدم خارج وداخل البلاد. ونتمنى يعجبكم هذا الراديو هذا، وما تنساوش راحنا خوت يعني 100%. وتحياتي اليكم من المغرب، وما تنساوش تحتفظوا على الرابط الاصلي وتشتركوا في القناه يعني تابوناو عندنا. ومرحبا بكم في أول قناة للمحاكاة في المغرب.